فتقس عنها بالصيف. والله زهقان انت عندها. بروح على مخيم دلسات باليوم ده. جد وين هذا؟ وين هذا؟ الفريد بيت حنينه. شو بيسووا هناك؟ بعطونا نشاطات كتير زي الدراما. تصوير الافلام. والفن. اشوف. الباسكت. سباحة. فوتبول. عرب. يعني بقدر اتسجل؟ اه طبعا بتقدر تتسجل. طب يلا تعالي نروح نتسجل. قديش وضعك؟ كنت قايل لي السنة مرات؟ قديش وضعك؟ طيب عبي لي الطلب هذا وتعال عشان اعطيه جايز وخلي ابوك يمد عليه. ايش هي سنة تلبس انت؟ ايش تلبس 18 ولا 18؟ عين يا اخوي هاي وهي هاي بكره بتيجي اليوم على المدرسة على المخيم كل يوم بتيجي بنات المخيم ها وبكره بتجيب بعطيك الوصل تبع منيح يلا ولا شيء هاي العادة. انت شو عامل؟ لا عدت كيفك مرتين. مرحبا دانيال كيفك؟ تمام شو الاخبار؟ تمام شو عامل بالصيف؟ انت طلعت شو بيجي؟ شو هيك قصدي بس واحد انه لحد ما نحكي بدنا شفاف مبسوط والله ايش نعمل بعدين؟ شو عامل ايش اسوي؟ اوكي شو انت لازم انت ايش تعطي؟ انت تقولي لا لا في عندي فكرة شو رأيك تروح معانا على المخيم كذا هيك مرحبا دنيا لا مرحبا